عليكم يا احلى حبوبات، كي دايرين؟ كيف حالكم الناس اللي ما تيفهموش الدارجه المغربيه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غادي تكونوا باقي شي شويه عيانين يعني بالطبع، لحقاش هذا هو الاسبوع الاول نتاع رمضان. اليوم جيت لكم بفيديو عن رمضان، درت لكم الفيديو الاول عن رمضان، غتلقاو في اخر الفيديوهات نتاعي في القناه هضرت لكم على تحضيراتي الرمضانيه الجزء الاول، وان شاء الله غادي يكون فيها الجزء الثاني والجزء الثالث. اللي باقي ما شافوش راه غادي يلقاه على القناة. بالنسبة لهذا الفيديو هذا طلبته لي العديد 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 منكم، العديد منكم طلبوا لي نصائح رمضانية أو نصائح تمكنك من عدم العياء. العياء لابد خاصو يكون، وخصوصا في هذاك الأسبوع الأول أو ديك 15 يوم الأولى، باقي الجسم ما معتاش أبخي تيفوت هذاك الأسبوع الأول، ولا على الأقل دوك 3 أيام الأولين الجسم يبدأ بالاعتياد وبشوية بشوية بشوية بشوية، كلشي على حساب النظام الغذائي، على حساب الرياضة، على حساب واش ديروا في النهار، كلشي على حساب هذه الأشياء. فيديو نتاع اليوم فيديو كما قلت لكم طلبتوه ليا بزاف منكم، واخا بزاف تيهضروا عليه لا في التلفازات لا في الراديويات، ولكن داكشي اللي كاين في العرب. هناك من ينتظر رمضان لينقص من وزنه، وهناك من ينتظر رمضان ليزيد من وزنه، وهناك من ينتظر رمضان لينام، وهناك بعض الناس اللي ممكن ليناش نتكلموا معهم اثناء رمضان تطلع لهم طنسيو، وكاين بعض الناس والكثير للاسف المسرفين بحال حنايا تنحضروا طاوله رمضان بما اشهى وطاب من الاكلات، تناكلوا داكشي اللي كتب الله وتيبقى النص نتاع الطاوله ما تناكلوش، اش نديروا ليه؟ تنجمعوه وتمشي في النفايات. بعض الناس يديروا هذه الاشياء، وبعض الناس يعطيو الناس اللي هما محتاجين، ولكن الكثير 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 كثير كثير من الناس هذه الاشياء تمشي مع النفايات. لحقاش حنايا الشعب مغاربي عربي ما تيرضاش ياكل الحاجه اللي صيبت البارح، لابد الام والزوجه والابنه نوض عاوتاني من الاول وجديد، وتحضر عاوتاني وجبات جديده، وتحضر عاوتاني ما اشهى وطاب. لحقاش داكشي نتاع البارح ما خاصوش عاوتاني يتكال داكشي نتاع اليوم. نظريا نتاعنا نقوم بالعديد من الاشياء الخاطئه، اشياء كما حنا تنقولوا بالمغربيه لا يتقبلها لا ربي ولا عبد. نتمنى هذا الفيديو هذا اللي درتو لكم بكل حب وبكل اخلاص، فيديو ما كانش من الممكن ما نديروش، لحقاش هو فيديو مهم جدا، اتمنى ان ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني ندير فيه الجزء الثاني، لحقاش ان شاء الله الى عجبكم هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه الجزء الثاني. ونبدأ الان على بركه الله بالنصائح الرمضانيه الغذائيه، نصائح اللي هي ذهبيه ومهمه جدا للحفاظ على صحتك اثناء شهر رمضان المبارك. النصيحة الأولى، لا توجد أي طاولة رمضانية مغاربية أو عربية ما فيهاش حلويات، حلويات ما أشهى وطاب. بالنسبة للمغاربة على رأسهم الحلويات الشباكية والبريوات، الشباكية والبريوات اللي حنايا تنغرقوهم في العسل، العسل اللي هو ماشي طبيعي بزاف، ما تيديروش ماشي طبيعي، العسل اللي هو مصنوع من السكر. هذه الأشياء داخلة في التقاليد نتاعنا، التقاليد نتاعنا العريقة اللي تنعتز بها، ماشي مشكل الا كنا قطعه او قطعتين، قطعه صغيره، انا ما تنقول لكمش انا الشباكيه تكون كبيره قطعه كلها هي وتاكلها، لا قطعه صغيره يعني الشباكيه خذي منها واحد الطريف صغير، هذاك العريش الصغير هذاك هو اللي تسمى بالنسبه لي قطعه صغيره، هادشي ماشي مشكل، هادشي تنزينو به الطاوله نتاعتنا وماشي مشكل، ولكن لا للاسراف. الاسراف يؤدي الى زياده حجم المعده وبالتالي تاخر عمليه الهضم. النصيحه الثانيه وهي نصيحه لي مهمه جدا، لا تتناولوا الطعام دفعه واحده، وعليكم اختيار الاطعمه الخفيفه على المعده. دائما يجب البدء بكوب من الماء، كوب من الماء شويه نتاع التمر، سيروا تصليوا وعاودوا ارجعوا دوز واحد 10 نتاع دقائق واحد 15 نتاع دقيقه وتبدا ان شاء الله عمليه الفطور. عمليه الفطور تبدا بصحن نتاع الحسوه او نتاع كما تنقولوا لي حنايا الحريره المغربيه او الشوربه. الشوربه كاين فيها انواع عديده، حنايا في المغرب تنديروا الشوربه المغربيه يعني الحريره حامضه اللي فيها العديد من القطن،
ولكن الذي لا يعرفه الكثير منكم بان الحريره المغربيه هي فيها بزاف نتاع المنافع ولكن تضر بالناس اللي هما عندهم المصران، يعني الناس اللي فيهم بزاف نتاع الغازات لحقاش فيها بزاف نتاع القطاني، والقطاني تؤدي الى انتفاخ في البطن. دونك مره عليكم الموازنه، مره ديروا الحريره المغربيه ومره ديروا الحريره ولا كما تنقولوا لها الصبه. الصبه بحال تاع الدراري صغار، يعني تكون فيها جميع الخضر، ولا بغيتو تنسموها بشي شويه نتاع اللحم ولا شي شويه نتاع الدجاج وشي شويه نتاع الرز ولا شي شويه نتاع الشعريه. ان شاء الله غادي يكونوا تحضيرات اخرى وغادي ندير لكم انايا انواع الشربات. بالنسبه للحريره المغربيه، الا انت كنت تبغيو الحريره المغربيه راه درتها لكم في تحضيراتي الاولى، كما قلت لكم غادي تلقاو الفيديو على القناه. مورا هادشي تسناو عطيني واحد 10 نتاع دقائق وانتوما تتشوفوا البرامج نتاعنا نتاع رمضان من هاد المنبر. ما عرفتش انتوما عجبكم شي حاجه في البرامج نتاع رمضان، لحقاش انا لحد الساعه اليوم 40 في رمضان ما لقيتش برنامج اللي هو تيبهر، زعما شي برنامج اللي انا نبغي الغد ليه نشوفه. تنشوف عده قنوات ولكن ما كاينش برنامج اللي هو زعما تيغدي العين. يعني نتوما تشوفوا شي برنامج اللي هو سوين ديروا ليا لتحت في لي كومونتير، نخليكم شي حاجه بشي حاجه. المرحله الثانيه وهو الحاجه اللي فيهم البروتينات، اما تاكلوا بيضه او كوب من الماء، وعلاش لا معا غير بشويه بشويه بشويه، ومن بعد ذلك شويه نتاع النشويات، ولكن قللوا من النشويات ولا تكثروا من العجائن. العجائن اللي عاوتاني كما قلت لكم بحال الشباكيه والبريوات، ما كايناش مائده مغربيه ما كاينش فيها العجائن. ها البغرير، ها المسمن، ها الحرشه، ها الملوي، ها الخبز بالشحمه، وزيد وزيد وزيد، هادشي راه كثير بزاف. وعديد نتاع هاد العجائن كلها متاكده بانكم تطيبوها بالخبز بالدقيق اللي هو فرص دقيق اللي هو ماشي كامل، لحقاش الدقيق الكامل ما تيجيب لكمش العجائن لذيذه كما تيجيبها لكم الدقيق اللي هو فرص، وهذا راه خطا وخطا فظيع. هي كما قلت لكم انايا في الشباكيه راه ما فيها بس طريف صغيور، ولكن راه ماشي نقبض انا الرغيفه وناكلها ونضرب موراها وناكلها والثالثه امورها والنكله. راه تخيلوا معايا المصران تاعكم المعده نتاعتكم كي غادي تكون، لابد راه غادي تلقاو مشاكل ومشاكل هي كثيره بزاف. وصلنا الان الى العشاء، ينصح بتناول العشاء او الطبق الرئيسي او الوجبه الثانيه ساعه ونص او لساعتين بعد الفطور. دونك غادي تمشيو تمشاو ولا ديروا شي حويجات وتسنى واحد ساعه ونص ساعتين عاد نتوما تناولوا وجبه نتاع العشاء. ووجبة العشاء خاصة تكون مليئة بالخضر، مليئة بالفواكه، وابتعدوا عنها كل البعد الحاجات اللي فيهم السكريات، وخصوصا هذوك السكريات اللي ما فيهم حتى منفعة، يعني الحلويات، داك الشيء كاع المقلي، اي حاجه اللي هي مقليه. ما كاين ما احسن من طاجين مغربي عامر بالخضر مع القليل من اللحم او القليل نتاع الدجاج، والله المهم الخضره لابد خاصها تكون لكم في الطبق نتاع العشاء نتاعكم. دابا وصلنا الى السحور. وجبه السحور مهمه ومهمة جدا، خاصكم تنوضوا السحور. وجبة السحور تقلل من الفترة الزمنية التي يكون فيها الجسم محروما من الأكل، وعليكم باستهلاك في السحور ولا في العشاء ولا في الفطور كثير من الماء. في السحور عليكم على الأقل استهلاك 3 أكواب نتاع الماء، شو شوية نتاع الخبز المصنوع بالدقيق الكامل، الدقيق الكامل، الدقيق الكامل، تندير 3 شريطات على الدقيق الكامل في جميع الوصفات نتاعكم الرمضانيه. هادشي هو اللي غادي يفيد الجسم نتاعكم. شو شويه نتاع اللوز، القليل من الشوفان، الشوفان مهم وضروري يعطيك الطاقه للجسم نتاعك. شو شويه نتاع البيض وكاس من الحليب. مثل هذه الاشياء هي التي تعطيك الطاقه لصيام يومك ان شاء الله بدون تعب. وصلنا الان الى النصائح العامه، خصوصا بالنسبه للناس التي يعانوا من الم في المعده من الانتفاخ في البطن. عدم تناول المشروبات الغازيه خصوصا اثناء الفطور. لكي تكوني بصحه جيده اثناء رمضان، هذا لا يقتصر فقط على النصائح التي اعطيتكم دابا، نصائح لي يلا قلت لكم، ولكن يقتصر عاوتاني على اشياء اخرى. هناك اشياء اخرى لابد خاصكم توازنوا بالنظام الغذائي المتوازن اللي ذكرت
وصلت لكم، وبين هذه الأشياء وأهمها ممارسة الرياضة. والذي أقصده بالرياضة هنا هي المشي، سواء قبل الفطور أو بعد الفطور، وأنصحكم بعد الفطور تمشوا 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 ضروري. هذا يحسن من كفاءة الجهاز الهضمي ويحمي من مشاكل عسر الهضم ويقلل من الكسل والخمول. أما بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون رياضتهم في صالات أو في قاعات لهم خاصة، إذا كنتم أنتم منهم، فنصحكم بممارسة الرياضة. إيه فعلا يمكنكم فعل الرياضة أو ممارسة الرياضة ساعة قبل الإفطار أو 3 ساعات بعد الإفطار. وقبل الإفطار لا ينصح بممارسة الرياضة أكثر من 60 دقيقة. أوضحت الدراسات بأن الأشخاص الذين يتناولون طعامهم باعتدال فطور وسحور وعشاء مليء بالخضر مليء بالفواكه مع شرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة، خصوصا رياضة المشي قبل الفطور وبعد الفطور، خصوصا بعد الفطور، يتمتعون بصحة جيدة أثناء رمضان. الفيديو انتهى، تكملت. نتمنى من كل قلبي إن إعجابكم تنتمنى يكون مفيد لكم. ما تنسوش إذا عجبكم ديروا لايك باش تشجعوني ندير الجزء الثاني، واللي عجبكم عاوتاني بارطاجيو مع صحاباتكم في لي ريزو سوسيو، في فيسبوك مثلا. انا يا غادي نعطيكم ان شاء الله موعد جديد مع تحضيرات رمضان جديده، او موضوع جديد يخص برمضان، او موضوع خارج عن رمضان. نحب ننوع مره باش ما تكونش عاوتاني، ما يجيكمش عاوتاني الملل كل شيء يخص رمضان. ان شاء الله مره غادي ندير اشياء اللي هي لا تخص برمضان، تخص بالجمال نتاعك، تخص بالمنتين نتاعك، بالوليدات نتاعك. دونك كما انا عودتكم على التنويع، صيامكم مقبول وذنب مغفور في شهر رمضان المبارك. الى اللقاء.